يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، وجد مع الأسف الشديد ممن ينسب لأهل السنة في مسألة تفضيل الصحابة فيقول وجد مع الأسف ممن ينسب لأهل السنة في مسألة تفضيل الصحابة فيقول مسألة تفضيل الصحابة، نعم، فيقول أفضلهم أبو بكر ثم عمر، أما عثمان فليس أفضل من علي، ثم يذكر بعض الشبه والأحداث التي سبقت مبايعة عثمان، فكيف نرد عليه؟ لا يجوز إثارة هذه الأمور، لا يجوز إثارة هذه الأمور، والذي يثيرها هذا يظهر أنه مغرض، أنه يريد التوصل إلى شيء، يريد أن ينشره في الناس، فاحذروا منه. الصحابة نكف عنهم ولا نتكلم فيهم إلا بالخير، هذا هو واجبنا. نعم.